الأحداث المتعلقة بسمارة هذا يدخل في اختصاص السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية لا يمكن بأي حال من الأحوال أنها تعلق على العمل ديال السلطة القضائية في إطار استقلالية السلطة. غزة بلادنا صدرت مجموعة ديال البلاغات، والبلاغات اللي صدرت بلادنا كلها تعبر عن الموقف الصريح والواضح الذي تبنته المملكة المغربية في هذا الملف. هذه القضايا التي أثرتموها ربما تكون في إطار شي جواب اللي تكون مدقق بالأرقام ومعطيات أكثر، لأنه هذا موضوع يحتاج إلى تدقيق، لكن المهم في الإطار العام هو أنه بلادنا عبرت عن موقف قوي وواضح، وكان موضوع بلاغات متعددة ومختلفة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.